باسم الآب والابن والروح القدس أمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: اسمعوا مثلا آخر. كان رجل رب بيت فغرس كرما وسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا، ثم أجره إلى كرامين وسافر. ولما اقترب وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأتوه بثمره، وقبض الكرامون على عبيده فضربوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. وعاد رب الكرم فأرسل عبيدا آخرين أكثر من الأولين، ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم رب الكرم ابنه قائلا: سيهبون ابني. ورأى الكرمون الابن فقالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فقبضوا عليه واخرجوه من الكرم وقتلوه. فمتى جاء رب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرمين؟ قالوا له: إنه سيهلك أولئك الأشرار شر هلاك. ثم يؤجر الكرم إلى كرمين آخرين يؤدون إليه الثمر في أوانه. قال لهم يسوع: أما قرأتم في الكتاب الحجر الذي رذله البناؤون هو صار رأس الزاوية، من لدن الرب كان هذا، وهو عجيب في عيوننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تثمر ثمره. فمن وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع الحجر عليه سحقه. ولما سمع الأحبار والفريسيون أمثال يسوع أدركوا أنه كان يعنيهم بكلامه، فحاولوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع الذين كانوا يعتبرونه نبيا حقا. والأمان لجميعكم. يؤدون الثمر في أوانه. تأملنا اليوم موضوع مثل الكرامين القتلة. روى يسوع مثل الكرامين القتلة وتنبأ بألامه وموته، وحذر رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اللي كانوا عم بيتبعوا مسلك خاطئ. بالواقع ما كانت نواياهم تجاه يسوع خيرة، وكانوا عم يبحثوا عن طريقة ليتخلصوا منه. بيبدأ يسوع المثل عن رجل رب بيت جهز كرمه تجهيز كامل، وبعد ما انتهى وأنهى كل أعماله أجروا للكرامين ليعتنوا فيه لأنه كان مضطر للسفر. ولما إجا وقت قطف الثمار أرسل خدمه ليجيبوا له الغلة، لكن هالكرامين استقبلوا الخدم بالضرب والحجارة حتى توصلوا إنه يقتلوا البعض منهم. رجع صاحب الكرم أرسل لهم خدم غيرهم أكثر من الأول، ولكن لقوا المعاملة نفسها. آخر شيء قرر إنه يرسل لهم ابنه، ولكن الكرمون ما احترموا ابن صاحب الكرم أبدا. مش بس ما احترموا، وقرروا إنهم يقتلوه لأن هو الوريث الوحيد للكرم وبشكل خطر كبير على سلطتهم. وظنوا إذا قتلوه رح يستولوا هن على الكرم ويصير ملكهم. إخوتي أخواتي، صورة الكرم واضحة. رب البيت الكرام هو لحفظ أولاده
واهتم واعتنى فيهم عناية قوية جدا هو الرب يسوع. أولاده هن الشعب اللي اختارهم رب البيت، والخدم هن المرسلون من قبل صاحب الكرم بمثل الأنبياء وجميع المرسلين، وآخرهم ابنه ابن الآب يسوع المسيح. ومثل ما رذلوا الأنبياء والمرسلين، رذلوا كمان ابنه، صلبوه وقتلوه. بنهاية المثل سأل يسوع محاوريه: ماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرمين عند عودته؟ بجوابهم أعلنوا إدانتهم لنفسهم: إنه سيهلك أولئك الأشرار شر هلاك. ثم يؤجر الكرم إلى الكرمين آخرين يؤدون إليه الثمر في أوانه. حبيئي، صلنا بتأملنا لجوهر ومغزى هالمثل. من خلال هالمثل القاسي وضع يسوع محاوريه بأسلوب واضح جدا أمام مسؤوليتهم، وبصريح العبارة وبكل جرأة فهمهم أن السلطة مش تسلط على الآخرين ولا لخدمة مصالحهم الشخصية، ولكن السلطة الحقيقية هي وقت لمنخدم الآخرين ومنبذل ذاتنا بسبيل الآخرين. السلطة الحقيقية بتحرر الإنسان من مفهوم السلطة الأناني التملكي الاستغلالي للآخرين، لمفهوم الروحاني الخدماتي العطائي لأخينا القريب. نختم أحبائي: مثل ما رب الكرم أرسل خدمه ليجيبوله ثمار كرمه بالزمن الغابر الماضي، كمان رب الكرم أرسلنا نحن رسله بالوقت الحاضر لنقدم له محصول ثماره. عم نقدي الثمر في أوانه، ونهاركم مثمر.